المشاغب ماريو بالوتيلي من الصفة مبين انه هوايته فيها اذى. شو رايكم بحب المفرقعات النارية؟ ما تسألوني كيف وليش ابدا. بالرغم من بنته الجسدية القوية بتحس انه عقله مثل الاولاد يا كابتن، والله ما عم بمزح، لدرجة انه مرة ولع البيت ودخلت قوات الاطفاء وكلفوا تصليحه 400,000 باوند. ومن بعد اللي صار معه اعتذر وقال من المهم الا يستعمل الاطفال العاب النارية بطريقة خاطئة، يمكن ان تشكل خطرا اذا لم تستعمل كما يجب، ينبغي اتباع الارشادات. صدقوني من وقت صار يهتم ويحكي باسم السلامة العامة. أما نيمار فهو ملك بلعبة البوكر. مش بس هيك، البرازيلي صرح وقال سأصبح لاعب بوكر بعد اعتزال كرة القدم. قديه محترف نيمار باللعبة ولو؟ حتى أنه بيتلقى بعض النصايح من رفقاته ليتعلم كيف بيكون لاعب شرس ومهاجم بذات الوقت. طيب وطريقة احتفاله بالأهداف؟ دليل على عشقه بالموسيقى البرازيلية، كل هدف بيسجله بيحتفل بطريقة أجمل من الثانية. بيقولوا أنه فخر العرب كمان من عشاق لعبة الفيفا. صلاح اللعب بالواقع غير اللعب بالعالم الافتراضي، لعب مختلف كليا وما حدا بيقدر يتحداه. بعيد عن جو الفوتبول، غرام قلبه يتصيد سمك، وكل سمكة بيصطادها لازم يعرض لنا اياها على مواقع التواصل الاجتماعي، اكثر شيء على الانستغرام. بس تخيلوا معي قديش باله طويل ابو مكة. تتخيلوا انه سيرجيو راموس بحب رياضة ركوب الخيل؟ اوكي يمكن كنا ممكن نعرف او نتخيل هذا الموضوع، بس اللي ما بتعرفوه انه الاسباني مهووس بجمع الاحصنه وتربيتهم، عنده حوالي 60 حصان. يوكاتان دي راموس هو حصانه المفضل، وعلى فكره هالحصان بطل عالم. حتى بوقت فراغه حذروا الاسباني شو تعلم، كيف يرسم تاتو، فنان.